تمكنت فرقة الحدود البرية بالتعاون مع فرقة الأمن العمومي للحرس الوطني بمارث من حجز ما يقارب عن 190 ألف ظرف خرطوشة مهربة من ليبيا. فرقة الحدود البرية وبالتعاون مع فرقة الأمن العمومي للحرس الوطني بمارث تمكنت من حجز كمية هامة من خرطيش الصيد كانت على متن شاحنة خفيفة. نجح أعوان هذه الفرقة في نصب كمين لها على مستوى منطقة سيدي محمد التواتي. صاحب هذه الشاحنة سعى إلى الإفلات من أعوان هذه الفرقة بمحاولته تهريب هذه الكمية الهائلة من خراطيش الصيد بسلكه لطرقات يظن البعض أنها بعيدة عن عيون هؤلاء الأعوان الذين يحكمون التنسيق فيما بينهم. قمنا بنصب كمين تحت شرف السيد رئيس فرقة حدود مارث، ألقينا القبض على الشاحنة هذه اللي بتفتيشها الدقيق تبين اللي معناها فيها حوالي 75 صندوق كانت معبأة حوالي 190 ألف ظرف خرطوشة نتاع عيار 16. بالنسبة للمواد هذه أكيد معناها تشكل خطورة كبيرة على البلاد. أول حاجة خطورة اقتصادية، بما أن المحجوز هذا قيمناه حوالي 120 ألف دينار، والمحجوز هذا جاي من القطر الليبي هربوا وقع تهريبه من الجنوب في اتجاه الشمال. التهريب متواصلة ببلادنا بدون هوادة، والأمل كبير في القضاء على هذه الظاهرة بفضل يقظة أعوان كل الأسلاك الأمنية وما تحلون به من روح وطنية عالية، شأنهم في ذلك شأن الشهيد سقراط الشارني الذي كان قد عمل بفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بمارث.